بس اكذب عليك، انا ابغى اكون معك واضح. انا جيت وناظرت هنا في الحته دي سقط على شمسي. وش ما يفهم لكن فكريا فكريا مختلف معك. هذا الرجل يعرفني، هذا قريب ليك. اللسع بتقول هذا مش رايها، قريب ليك اكثر مني. انا اقول لك حاجه، بعيد منك كلكم عقائديا، بعيد منك. صح يا جماعه ولا ما صح؟ عقائديا بالعقيده حقته والفخ حقته هو، اي بعيد منه شق قلبه. ما اكذب عليك انا، الله سبحانه وتعالى يقول للناس الحسنى. انت تتكلم بحسنى كل نس سوء، مش حسنى يا اخي. اسلوب الحسنى صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فضل غليظ القلب لم فضوا من حولك. قل خيرا او اصمت يا اخي، كف. قل خيرا او اصمت زيد اخي. اخي النبي صلى الله عليه وسلم زيد الكفار. هتكلم كلمه عن كذا المسلمين يا اخي، كفار سبوا جادلهم بالتي هي احسن. اليهودي وقبل ان نقول والله لو لو تفهم شيء. طب يعني ايه الحين ليش تقدح بي؟ استنى استنى. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس ادعوا الى ربك بالحكمه. بالحكمه ما هي الحكمه؟ الحكمه ان تقول كلام الحسن. كذبت العمر. لا لا والله انك كاذب. وضح لي الحكمه. وضح لي وضح لي. في اي حد هنا تعرف يا شيخ انت الحكمه؟ ما هي الحكمه في هذه الايه؟ ايه الى سبيل ربك ليش حكمتي والموعظه. قول العلماء مش انا. موعظه الحسنه الحكمه ما يناسب الوضع. استناني استناني يا اخي استناني. ركانة كافر جاء لمحمد السلام قال: يا محمد، هذا اكبر مصارع في الجزيره زي محمد حجاب هنا ابو. قال له: لا أؤمن لك حتى تصرعني. معليش معليش يا ربيب. الناس على النصيحة يقول: ممنوع غيبة. وش الموضوع؟ يا أخي ما تجي فيه كل حاجة يا أخي. محمد حجاب لسه عامل له فيديو الآن. راح فيديو: ذهبت إلى لندن لأعمل دعوة فوجدت نفسي أعمل مارش قتال. يعني أنت رايح التواليت تروح عند ستاربكس، ايش هذا؟ يعني معقولة كده؟ ولا انت يعني معقولة تروح تعمل دعوة تلاقي نفسك في جيم وتقاتل واحد؟ ولا انت بمزاجك ولا مجنون؟ يعني ازاي انت تخرج تيجي سبيكر كورنر تروح المطاقيع كورنر؟ ما ينفع. المهم الفيلسوف الفيلسوف هذا الفيلسوف هذا جاء ركانة وقال: لن أؤمن لك يا محمد حتى تصرعني. صحيح حلو. الرسول عليه السلام عمل له كده، جابه الأرض قال له: زلة يا أخ العرب. ثاني قال له ثاني. شلون كذي بسرعة صار الإمام أفضل من الأم؟ يعني أنت تبعي خلينا جدا إذا كان الإمام أفضل من الأم. هذا الحين الموضوع ما له علاقة بالكلام اللي قاعدينه. أنت متخلف. هنتكلم على الحكمة. حكمه دخل حكمه عنده احنا يعني احنا الوقت يا اخي احنا سؤال وقتي عن الحكمه مش هذا سؤال سؤال الحكمه يا اخي مش انا مش انا الوقت بتكلم رد على سؤالك بس تقول لي كلام ليه خليني اكمل كلام انت كذبت عليه انت كذبت كل هذا متخلف انا اتكلم يا اخي الطريقه مختلفه ليش محمد عليه الصلاه والسلام يجيب واحد ويضربه في الارض كده والثالثه ما تركه ما تركه قال له الان ما اسيبك قال له اشهد عشان هذا اكبر مقاتل في الجزيره قال له اشهد ما حد ضربه ما حد جابه من الارض قال له اشهد انك رسول الله فالحكمه ما يجوز ما يجب فعله في الموقف ما ينفع مثلا ابو ركانة يقول له يا محمد هو الكلام البديهي صح يا مو اجيب لك الكلام البديهي هذه المقارنه الحين يا فيلسوف اقول لك انا اقول لك انا استناني الكلام البديهي حكمه استناني اجيب لك انا سؤال مهم الكلام البديهي حكمه اجيب لك خلينا نخلص دي لو محمد عليه السلام شوف قلة الأدب كل واحد يتكلم ما خير يتكلم إذا محمد عليه السلام إذا محمد عليه السلام قال له يا ركانة أنا رسول وأنا مسامح وأنا ما أعمل كده وما ما 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 أصارع معك هذه حكمة وليش لما صرعوا كانت حكمة يعني
نعم. لو قال ما أبي أصارع عادي. لأنه هو بيفهم أحسن منا. هو قص يحكم. هو يفهم أحسن منا. هو رد على هذا بنفس الإحساس. لا 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 لا. هو يفهم محمد عليه السلام يفهم أحسن منكم من أهله. رد الفلسفة كلها ما قالت هاي الحكمة. هي الحكمة والموعظة الحسنة ما هذا العلماء أخي العلماء يقرأ في تفسيرها يقرأ في تفسيرها والله قرأتها في كتاب التفسير حتى لو قال الأنبياء معصومين العلماء يعني ما أنت فاهم من العلماء لا إله إلا الله ما شافها إنه ماذا لهم دماء خلاص توفى هذا الله يرحمه حبيبي حاتع أعتقد إيه اللي كان أنت تقول السب نعم الرسول عليه السلام يقبل السب لا. في خيبر عندما قال أبو بكر رضوان الله عليه انزلوا أبناء القرد أبناء القرد والخنزير سب ولا هذول كفار كفار ولا مسلمين هذول سب ولا سب ماذا قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال بس هذا غير تعرف هذول كفار قال يا أبو بكر ما بيننا أكثر من السب. طيب. يعني رسول الله سلم وافق السب وقال هذا مش حل ده في حل أكبر منه اللي بيننا وبينهم أكثر من السباب. عارف إيه هو اللي مش عارف. إيه والكفر. كفر على الإسلام. في المدينة. مدينة. هل لما جاء. هل هذا عدو؟ المسلمين ترى. هل في المدينة رد عليه حمص في المدينة أنا بس أسر لك حاجات عشان تعرف إن في لكل مقام مقال عند العرب كده مش عند الغنم عند العرب كل مقام اللي عنده محترم كلمة احترام أنت في المسجد تكلم بكلام أنت اللي الأدب تعمل معك كده في بطيخ أحسن لك في المدينة قبل قبل صلح قبل يعني قبل الحج جاء أبو سفيان إلى الرسول عليه السلام يعني هم قالت لهم أخبار إن في حاجة تحصل قال يعني يا محمد كذا كذا يعني السلام وكذا وكذا وقال له أبو بكر يعني مش عايز يكلمهم قال له ما يغرك لا يغرنك يعني أنت عند مدينة والله ليه لكن هل يعني لتركنه في مسجد الرسول ايه بس ما فيها ماذا قال ماذا قال قال له اذهب ومص بزر الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا لا يا اخي لا لا يا اخي قال أبو سفيان ماذا قال يطلع النص والمتن ومص مص 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 ما قال له ما قال له العزة تعال يا عراقي تعال ما تقوى تعال حبيب حبيب ماما ليش ما قال له يا أبا يا لا تقول هذا الكلام البذيء أن تقول بأن أبو بكر أباح محمد عليه السلام محمد السلام إذا محمد السلام سمع شيء وسكت عنه لأن محمد السلام زي وزيه لما نشوف مثلا الناس اللي بيشوفوا المخانيس وما يتكلموا محمد ما يسكت أسلام ما يسكت على الباطل وعلى الزور وعلى الفزل وعلى الفواحش لابد أن يتكلم لما قتل أسامة بن زيد لما فعل فعلته قال لما أبا بكر لما عمر رضوان الله عليه أقام أما الناس في مرضه هو مريض بيموت قام من فراش الموت يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر غضبان رغم أن عمر وأبو بكر لا 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 هو قال لعائشة يا عائشة وما عليها مري أبو بكر لأم الناس أبو بكر كان عنده زوجة في الروضة بعيد
وراح قبوه فما كانش فيه ناس، فعيشة قالت الصلاة تتأخر والله عليها. شفت مين موجود أحسن؟ عمر، رغم أن عمر وأبو بكر الله عليهم يعني مش متساوين طبعا، لأن أبو بكر أفضل من عمر، بس أبو عمر الرسول الإسلام يقول يعبى الله ورسوله إلا أبو بكر، ما يسكت على حاجة. لما تشوف حاكم خنيف ما يسكت، تقول والله كذا، لا يا أخي جيب لي حبيبي حسابه مصر بذل الله حكا دوا انت اكدت على وجودها، وين موجوده؟ وين موجوده؟ هو ما ذكر وما ما يعرف. وين الدكتور؟ وين الدكتور؟ وين صحيح مسلم بخاري وثلاثه راجع ثلاثه استشهد بس مو حديث الرسول يعني صح سنه وين مصبط اللات أبو بكر قال ما قال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر برضو ما أقول أنزه من الكلام هم من أبو بكر صغير ما أقدر يقول الكلام أعتقد إنه قال على أشكال هذه تقول أنت إيش تعتقد ندور نبحث لا ليش يا أخي أنا أقول لك حتى اللي بيبحث لو لقيت ولو لقيت أنا ما أصدق أنا لو لقيت ما أصدق لا شايف مثلاً ذهب الرجال الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في جلد جلد الأقرب صح تكلمني هل دحين انا ما حلو شمس ضد الكوفيه هذه صح انت قلت لا لا هو شمس شمس ضد الكوفيه هذا ما عم حط طبعا المنطق ودي سام يقول الحقيقه ولا فين عم شمس ضد الكوفيه هذه رد عليه شمس الراجل داخلك بس ذكر الكوريه صفه مش ليس رجل ها من يعني ما هي ما معنى من العربي الشخص من التفعيل يعني لما ربنا يقول من يعني قليل لا لسنا بس لما ربنا سبحانه وتعالى العالم العليم الحكيم يقول من ايش معناها من يعني ليس كل يعني لا مش معنى البعض يعني البعض هم الاكثر ولا الاقل الاقل يعني في قليل قليل من عبادي الشخص استنى استنى من قليل المؤمنين استنى حبيب المؤمنين أغلبية أم أقلية أقلية ما هو الدليل سبق قليل من القليل وقليل فقليل من قليل إيش عملوا ربنا عليك الآية صدقوا أمنهم لكن أنا تنكسر تعيش كلي بس الله يقول انت عمل التي هي أحسن سيئة في آيات أنا الحين مسلم أنا لطيف معك ليش أنت قاسي معي
انا 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 ابو جهل يعني يا ابو جهل انا اخذ راحتي انا اخي ما اعرف انت مسلم والله يا مسلم ما اضر المسلم اقول لا يكذبه ما اضر كذبه انت كذبت كذبت لما قلت الحكمه انك تكون خروف قلت الحكمه ايه هي الحكمه تقول الكلام في الوقت المناسب الكلام قال العلماء مش انا اطلع التفاسير قال العلماء الحكمه هي استعمال ما يناسب الظرف من هو العالم من هو العالم اللي قال اذا علماء يعني انت تتكلم الجمهور الخطا انت تتكلم الجمهور الخطا المسلمين انت لازم تقول انت الوحيد اللي غير مسلم انا لازم تكون لين هين اذله على المؤمنين المؤمنين عزه على الكافرين المؤمنين الكفار انت مسلم هسه شعليك انت جاي هنا شو يسوي هسه شعليك انت اؤمن بالله وملائكته ما كتامنش بالله وملائكته وكتبه ورسله ما مش مؤمن الذين يؤمنون بالغيب المؤمن اش ما تقولش انت مش مؤمن لكن هو ادرك يا اخي بص يا اخي بص يا اخي عمر بن الخطاب احسن منه طبعا ومن أمي ومن أمة أوش كان يقول كان يبكر عنا كان يقول يكون شي مؤمن يكون شي مسلم على فراش الموت لا 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 دقيقة صح يكون شي مؤمن يكون شي مسلم ليش قال؟ لأن المسلم قول كي أمر بالغيب يؤمن بالغيب ويكمن صحيح صح خليني يكون شي مسلم ليش أنت تكمل؟ ليش أنت تكمل؟ ليش أنا أقول عمر أنت تتكلم؟ هذا مش مؤمن يا دوب عمر بن الخطاب قال على حاطب بن أبي بلتعة الصحابي البدري منافق ودعني ارسل له اوبر ارسل له ايش سياره اوبر 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 ها اوبر يعني قتل اه ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذبت شتمت اطلقت كلمة انت يوم النبي صلى الله عليه وسلم يا اخي المسلم يحكم من سلم الناس من لسانه ويده والقلب على الله على الله نعم نعم انت دخلت في النيه كل شيء هنا بس انا في مشكله اوكي علمت قلت في خلاص اقول لك انزل انت زين انا ما قلت لك ادري الشيء انا جاي ارقص هنا انا بعالي انا متاكد انا بعالي انك جاي هنا لسبب وجيه ما هو وجيه انا مضطر رحت بلدي سنه 79 ما اعرفش دريت والله لقيت من 79 ما رحت ما دخلتها الحمد لله ايش 36 بلد مش يعني أو من الستة ذي ساعة ما قصر 47 سنة 45 كنت مصري بس مصري الأصل يعني لا قصدي أوريجن لا أصلي الآن الحمد لله غيرت دمي نص أفغاني ونص فلسطيني طيب ليش ما تروح أفغانستان أنا والله نصيحة لا بيبكيش صغير نصيحة مني خلع عقد يلا وياخر حاجة إن شاء الله أخذها منك عشان كده أقفل إن شاء الله إن شاء الله ما هي النصيحة؟ النصيحة اللي صارك يكون لين لين على المسؤول أما معك هذا الموضوع الله يحب وجهه جزاك الله خير الكافر المحارب جزاك الله خير الكافر المحارب جزاك الله خير الله يسامحني أنا بعتبر فيه كثير جدا من المسلمين منافقين الله وما هو الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي الله القراء منافقين أملك بالحوش والحيوانات القارئ الذي يحفظ كتاب الله ويحفظ تفسيره ويعرف حروفه والناسخ والمنسوخ والمقيد والعام والخاص والمكي والمدني ومنافق الدواب يكونوا منافقين كيف نعرف بينهم تمام كثير كثير كثير. أنت كمان قارب أمك كثير من اللي بيخش الإسلام هذه الطريقة شو تسوي هذا الأسلوب شو تسوي تلفت الناس عن الإسلام شتاء شتاء صحيح أولا واحدا إذا أنا عندي ناس أولا واحدا اسمعني أنا هل أنا يا أخي الرسول عليه السلام يعرف يعمل دعوة ولا ما يعرف؟ طبعاً إذا كان يعمل دعوة وكان عنده منافقين وبعد ما مات بيوم ارتد نص ثلاث أرباع الجزيرة أنت عايزني يكون عندنا يعني عايز نعمل نتيجة أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان هين لين. طب كيف ارتدوا؟ ارتدوا كان هين لين. طب كيف ارتدوا؟ ارتدوا بعد وفاته. بعد وفاته عهد ابو بكر ليس عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول ارتدوا؟ روم 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 ارتدوا يعني ابو بكر ارتدوا انت رجال محمد حجاب انت ارتدت مش موجود هل يجوز الغيبة؟ محمد حجاب لا هل تجوز الغيبة تحدد يكره اخاك بما يكره؟ في الاسلام؟ طبعا نعم اذا طلعت انت تبعك مليون و300 الف اوكي وتقول كم عدد مرات قذفت؟ هل تتذكر كم مرة قذفت في حياتك؟ نعم يجوز كده؟ نتكلم عن الغيبة بشكل عام. اسمعني إذا حل الموضوع يا أخي وأنا بقول له أم حمراء ولا أم سودة؟ الحين أنت هذا أسلوبك خطأ. إذا أنا قلت لك أمك حمراء أكتاف أمك سودة أكتاف بس ما هل هو يحب هذا الشيء يوم أنت تتركه؟ هذا في الدين هذا في الدين مش في الدين هو يقول من منكم يتذكر كم مرة قذف في حياته؟ ما علاقة هذا بالدين؟ هو قصده مش هو بالدعوة؟ محمد حجاب قاصة ولا داعية؟ بس هل كل شيء يقول عن الدعوة لازم؟ طب لازم يكون مسؤول عنه؟ ممكن يتكلم عن آيس كريم يعني هل يجوز أن يكون عند مسلمين بهذا العدد وأقول لهم واحد تاني سنيكو يقول له سنيكو don't tell him about my sexual habit with my wife يعني هذا يعني يجوز انت تقول لواحد غريب دخل الاسلام امس على علاقتك الجنسيه مع مراته هل يجوز انك تقول واحد مسلم يا ابن حرام اذا غيرت الدين المسلمين حرام شلون غير الدين اسمع على الله بس هو غلط انت مش قلت واحد سعودي قلت راي قلت هذا كلام ما يقال لا انا قايل جاي ارقص انا قلت لا زين انت ترقص بس هو ايش قال هو يتراجع يعتذر اسامح تمام الله يعني الاعتراف بالحق قليل لازم تعتذر تعتذر ولا لا تعتذر ولا لا انت جاي عشان ابوك تعالي ولا امك ولا اختك عارفنا من 20 سنه اشهد الله هذه تصحى فيها كان عندي مكتب شوفري مكتب ايش ما سمعنا شوفري شوفري سيارات خاصه اوه ما شاء الله وما شاء الله كان العربي معروف اليوم تاجر ايه تاجر عندي متى سيارات كم سياره بسم الله بسم الله العظيم يا رب ما لو يولع بجاز ما اروح مكان وسخ لو عنده خمره ما اشيله من المطار انا وسياراتي الحمد لله هذا شيء زين عليه اللي ما تكمل هذا كان يجيني بقى اسمعني شيء افضل انه يكون اسلوبك مع الناس كان يجيني نساء لا يا ابو العابد اريد سواق لا يتكلم العربي تمشي الموضوع ابعث لها كردي اشوف ما سبيتها هي حره ما يجوز تحط المرأة مع رجل بدون محرم عورة وين صوت المرأة رجل حرمة بدون محرم لا حول ولا قوة قبل الإسلام إيه قبل ما يسلمهم لا حول ولا قوة تجعلهم بيخلوه لا حول ولا قوة أشهر السيد هو مكان طيب وش صار وش صار مع السواق كمل السواق ها وش صار عليهم شفت حاجات يا زلمه صدقني كده واحد مسلم يلحق ترى كلها على راسك على راسك اذا وسخ يلحق يلعنه ويلعن الحين جوات الرجال الحرمه ايش صار طيب بعدين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي اللي كان يشرب الخمر كثير يوم جلدوه كثير فقال واحد من الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن الشيطان عليه الشيطان على رسوله هذا حديث صحيح هذا ما هي العله حديث صحيح ما هي العله وياخذ العله محبه الله يعني تبوك كل شيء تعرف الامام الشافعي قال ايه الحين عطى سالفة السواق والمرأة ارجع متحمس للسالفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنوه لا تعينوا الشيطان عليه قال الشافعي رحمه الله الامام الشافعي القرشي محمد بن ادريس نعم تعصي الاله وانت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديعه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حبك صادقا لأطعطاه إن لمطيع الحبيب لمن يحب مطيعه ممكن الحبيب فياخذ كلام محمد بن الشافعي على الرسول لا هذه الشفع يعني ياخذ من الشافعي ياخذ من الرسول قالوا له
قال هل المؤمن يزني؟ قال نعم. قال هل المؤمن يسرق؟ قال نعم. قال هل المؤمن يكذب؟ قال لا. هذا سؤالك سؤال يا فيلسوف. مش فيلسوف. لماذا؟ الحين بيسبك. لا تقول يا فيلسوف. لا تقول. الحين بيسبك. لماذا أقام الحد؟ لماذا أقام رصاصة الحد في الغامدية؟ ليش ما قال؟ أقام على طول. اسمعني اسمعني ولا بعد اسمعني 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 وين المسلمين؟ ما كنا مسلمين، ما كنا مسلمين. هو في عيوننا، لا هو في عيوننا عند قبل يا ابو العبد. وصار طبع السواق والحرمة. ليش مشكل السالفه كذب ايه انها تحب الله ورسوله ولن نطبق الحد فيها. نعم. ما طبق الحد على طول. طبق الحد على طول ولا بشروط؟ لا لا في شروط، في شروط. طبقوا ولا لم طبقوا؟ في شروط. قول السياق كام. طبقوا ولا لم طبقوا؟ بعدين لأسباب. طيب ليه ما طبقوا على شرب الخمر بعدين لأسباب؟ هل كان ما راح يطبقه؟ هل كان عاوز ما يطبقه؟ نعم. صح ولا لا؟ كان يقول كان يبعد وجهه منها صح؟ كانت تجي من هذا الطرف. صحيح صحيح. أحسنت أحسنت. بعدين قال أرضى. وش مثال؟ أرضعيه ويبيها تروح منها أصلا. أيوه. أنا قال أرضعيه سنتين. لا هذه الزانية. إحنا نتكلم عن التخلف، إحنا نتكلم عن الزانية. إحنا نتكلم هذه مرأة تانية خالص. هذا الكل راح من السواق أقصد. هذه تانية بعد السرقة وتشفعوا فيها قلب. والله لو فاطمة محمد سرقت لأقيم عليها الحد. لا لا أقطع يدها، ما قال أقطع يدها. لا 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 ل